سائل بيسأل: معايا فلوس خايف تضيع، حطيتها في البنك وباخد فوائدها، وجزء عملت بيه شهادات استثمار وباخد العائد بتاعها. نقول له: اللي انت عملته ده كبيرة من اكبر الكبائر، وربنا هيحاربك ويلعنك في صحتك وفي اولادك في الدنيا. قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كل اللي اشترك كلهم كاتب ده في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد الربا إلا كان آخر أمره إلى قلة. لازم تتفقر في الآخر. طب تنزل القبر تخش بحر دم، تفضل فيه مش قادر تتنفس، وكل ما تطلع تلاقي طوبة تيجي في بقك وترجعك تاني من أول ما تدخل القبر لحد يوم القيامة. يوم القيامة تقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ لأن أنت لقيت كل جني ربا أشد عند الله من 36 زانية، وأشد عند الله من ناكح أمه، فذهلت وعرفت انك دمرت نفسك. اسحب فلوسك حطها في بنك اسلامي، اتق الله، فك شهادات الاستثمار، وجزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائلة بتسأل: عندي غوشة مكسورة، أروح الصبح أوديها للسائر ويديني غوشة سليمة. نقول لها وعدفع الفرق، نقول لها: لو انت عملت كده انت عملت ذنب اشد عند الله من 36 زانية، وربنا يحاربك وربنا هيدمرك انت واولادك. اللي انت هتعمليه ده كبيرة من الكبائر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. وانت عملت ذهب بذهب ودفعت الفرق. طب والفرق ده حرام ليه؟ لان ابن عباس قال: درهم بدرهم بينهما حريرة. يعني بدلت درهم بدرهم وحطيت الحريرة. طيب ايه الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا. يبقى هتبيع الذهب المكسور بفلوس الاول، وبعد كده تشتري من عنده او من عند غيره. حرام ذهب بذهب وتدفع الفرق، لازم ذهب بفلوس وبعد كده تشتري بالفلوس من عنده او عند غيره. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. واحد عنده شعر أبيض وحط له حنة سودة أو صبغة سودة، نقول له إيه؟ نقول له: اللي أنت عملته ده حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة واجتنبوا السواد. السواد ده عام في الحنة والصبغة، أي حاجة سودة بتبقى حرام. طب واحد يقول نعمل ايه؟ اي حنة اي لون غير اللون الاسود، وده مستحب. الراجل اللي سايب شعره ابيض مخالف السنة. اي واحد سايب شعره ابيض في راسه او في لحيته نقول له: اتق الله ونفذ السنة، غيره الشيء. الحرام انك تدهن بسواد. قل قولي هذا واستغفر. لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب، فإنه ثروة، ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية، وهو بسعر التكلفة، أي بربع سعره. قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: جايلي شغلانة في مول تجاه، في مول، المول ده فيه سينما وفيه قاعة أفراح وفيه أغاني على طول بتتشاغ، وأنا المحاسب اللي بحاسب، أو شغال طباخ أو شغال بتاع زبالة، حرام تشتغل في مكان فيه معازف وأغاني، حرام. ليه؟ ربنا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود: الغناء والذي لا إله إلا هو، الغناء والذي لا إله إلا هو، والغناء الذي لا إله إلا هو. الآية قالت: له عذاب أليم وله عذاب مهين. اللي هيسمع الأغاني واللي هيساعد فيها واللي هيتعاون فيها ليه عذاب أليم وليه عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. وإجماع المذاهب الأربعة بلا خلاف إن المعازف من كبائر الذنوب، ولا يجوز لا تشتغل معاهم ولا تساعدهم ولا أي حاجة. بنفرق اللي بيشتغل بيعمل أغاني نفسه ده فلوسه كلها حرام، اللي بيساعد فلوسه حلال، ولكن خد ذنب أنه أعان الناس ديت وساعدهم على الباطل اللي هما فيه. جزاكم الله خير.
هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا صيدلي وعندنا أدوات مكياج في الصيدلية عندنا، وعندنا برفانات، وعندنا مستحضرات تجميل، واحد تاني عنده محل فيه ملابس ضيقة، الناس دي تبيع، هل يجوز تبيع الحاجات دي ولا ما يجوزش؟ عندك ثلاث أشخاص هيدخلوا لك، واحدة متبرجة دي حرام تبيع لها لا ملابس ضيقة ولا مكياجات، حرام مفيش حكي، أقول لها ما عندناش ليكي حاجة عشان تعملي حرام. واحدة تانية داخلة منقبة أو مختمرة أو محجبة، دي هتديها وأنت مطمن لأن أنت عارف إن الحاجات دي ستستخدم في بيتها. طب واحدة تانية بقى مستورة الحال داخلة بلبس عادي دوت، ممكن تحطه ممكن ما تحطش، ساعتها تقول لها أنا عنديك المكياجات أو الهدوم دي بشرط تتقي الله وتعملها في البيت بس، حرام تطلعي بيها. هتعملي كده بيع لك، ما فيش كده مش هنبيع لك حاجة، لازم تشترط عليها. جزاكم الله خيرا. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: ببيع أجهزة كمبيوتر وبيجوا شباب يشتروا مني الأجهزة وما عرفش بيستخدموها في حلال ولا حرام، ربنا بيقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنقول له الأجهزة اللي بتتحتمل إنها تستخدم في حلال تستخدم في حرام، الأجهزة دي زي اللي بيصلح كمبيوتر، زي بيركب دش، زي اللي عاوز يأجر مكان، المكان ده ممكن يستخدم في حلال وحرام، أي جهاز ممكن يستخدم في حلال وحرام. لو دخل لك واحد ملتزم عاوز كمبيوتر هتديله، دخل لك واحد فاسق وعليه علامات الفساق ولابس خواتم، حرام تبيع له كمبيوتر ولا توصل له دش ولا تبيع له موبايل، حرام، لأن ده هياخد الموبايل يعمل بيه حاجة حرام. طب لو واحد محترم داخل عليك المحل هتقول له هيجيب لك تيك الموبايل دوت أو الكمبيوتر ده أو اللاب ده بشرط ما تستخدموش في حرام، أوعدني. وعدك بيع له، ما وعدكش ما تبيعلوش. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت كده خلصت ضميرك من ربنا. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. واحد بيقول: دخلت لقيت ولادي جايبين السلم والتعبان وبيلعبوا، نعمل ايه؟ نقول له السلم والتعبان بيعتمد على النرد اللي هو الظهر وبيعتمد على الارقام بالحظ، زيه بالظبط زي الكوتشينة، زيه زي الطاولة، زيه زي السلم، زيه زي بنك الحظ، اي لعبة بتعتمد على الحظ. الالعاب دي كلها حرام. قال ان تقول لاولادك النبي بيقول: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. طيب وبعد كده هتعمل زي ابن عمر وتروح مكسر لهم الحاجه دي ومقطعها ورميها في الزباله. طيب لو كانوا بيلعبوا بقى على مشاريب او بيلعبوا على فلوس او بيلعبوا على اللي يشيل اللي يخسر يشيل، تقول لهم بقى: انتوا ارتكبتوا الميسر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. فأنت تقول أنت عملته كبرتين مش كبيرة واحدة، مفيش حاجة اسمها دمينو، مفيش حاجة اسمها كوتشينة، مفيش حاجة اسمها طاولة. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: البنوك هل هي ربا رغم أن دلوقتي أصبحت الفايدة بتتغير من شهر للتاني؟ أقول لك ربا برضك. ليه ربا؟ لأن الفايدة بتتغير بس أصل المال لا يقبل الخسارة، وبدام أنت أقرضت قرض لا يقبل الخسارة والمكسب بتاعه هو اللي بيتغير أصبحت ربا. السبب الثاني إن المكسب ده بيتغير حسب النظام الربوي العالمي، نظام الفايدة العالمي، اليهود هم اللي بيتحكموا، البنوك الكبيرة بتتحكم في الفايدة والربا، فهو مش بيغيره عشان ده حلال مكسب وخسارة، لكن عشان البنوك تبقى إسلامية زي فيصل بتحط فلوسك على المكسب والخسارة، لو البنك خسر بتخسر في رأس المال ولو كسب بتكسب معاه، لكن مفيش حاجة اسمها بنوك مش ربوية، كل البنوك ربوية إلا بنوك الإسلامية. جزاكم بخير. لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب، فإنه ثروة، ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة، أي بربع سعره. قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني.
سائل بيسأل: احنا مجموعة فرق كورة في القرية عندنا، كل فريق بيدفع مبلغ، بنجمع الفلوس بنأجر ملعب وبنعمل دورة ونجيب جوائز ميداليات، بنجيب كاس ونلعبه على كده. نقول له مجرد ان انت تاخد فلوس من لعب الكورة ده حرام. لعب الكورة اللي عاوز يلعب يلعب ببلاش، اي فلوس تطلع من لعب الكورة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا في خف او حافر او نصل. المسابقات والجوائز في الخف اللي هي الجمال وزيها الدبابات، والحافر اللي هي الحصنة اللي زيها العربيات الميكانيكية تحت الجيش، والنصل اللي هو السهام وزيها الرماية. تاني معصية عملتوها ان انتوا عملتوا ميسر وقمار، لان كل واحد دفع واحد بس اللي خد، وده حرام. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فوقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه تعالى اقامرك فليتصدق. فكل الفرق دي خدت ذنبين: ذنب انها خدت فلوس منهي عنها شرعا فلوس الكوره، جميع لعيبه الكوره المرتبات بتاعتهم حرام، جميع الحكام، جميع الفريق الرياضي، جميع المديرين، كل دي فلوسهم حرام. اللي عاوز يلعب كوره يا بلاش يا اما ما يلعبش. مفيش حاجه اسمها غير الالعاب اللي بتأدي للجهاد فقط، هي دي اللي ممكن ياخدوا فيها جوائز. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: ما حكم الاشتراك في المسابقات عبر الهاتف؟ المسابقات دي عبارة عن بتبعت رسالة رقم معين وتخش سحب، أو بتبعت رسالة فيها كلمة معينة، أو بتتصل بالتليفون وهم بيسألوك أسئلة سهلة تجاوب، يقول لك انتظر قليلا انتظر قليلا لحد ما تدفع مبلغ محترم، وبعد كده بيلموا الفلوس دي كلها بثمن الرسائل وثمن الاتصالات، بيجمعوها وبيعملوا سحب وبيدفعوا لواحد منهم جايزة. ده كلها ميسر، كل ده ميسر. إنما الخمر والأنصاب والأزلام ريكسوا من عمل الشيطان، واللي طلع له عمرة فيها عمرته بطلة. حرام الاشتراك في جميع المسابقات على التليفونات، حرام المسابقات عن طريق الرسائل، دي كلها ميسر وأمور. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.